كابلز فقرة بتعالج المشاكل الزوجية، مشاكل الأزواج بكل معاييرها وبكل جهاتها. اليوم رح نحكي عن أسباب الطلاق، هالأسباب يلي كرمالها عم تتزايد، أسباب ممكن تكون معروفة ولكن بعض الأحيان ما بتكون معروفة، عم تتغير مع مرور الوقت من جيل لجيل. رح نعالج هالموضوع مع السيدة ريتا شوشاني حاتم. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك. حضرتك رئيسة قسم الإجازات بالعمل الاجتماعي بجامعة القديس يوسف، طبعا أستاذة جامعية ومتخصصة بالوساطة العائلية. هالوساطة العائلية يلي اليوم يمكن مشكلة الناس بعد بيعرفوا قديه فعاله بحل المشاكل الزوجيه، بانه ترجع تلم شمل العائله من اول وجديد، بانه كمان نتفادى هالفسخ الزواج يعني عم بيصير وتفكك العائله. هو فعلا الوساطه العائليه بعد هلا بشكل خجول موجوده بالمجتمع اللبناني، بعد ما فعلا صارت واضحه وصريحه، مش موجوده بشكل مؤسساتي اذا بدك، بنوعك تكون مش مفروضه بس مقترحه على القليله، هي بطور النمو اذا بدك، بس اكيد بتساعد على بتساعد الكوبل على القليله حتى يكون عندهم مثل الترناتيف تاني عن خيارهم اللي هو الطلاق او الفسخ او اللي هو، بس في هي اذا بدك فيها تتسمى مثل مرحله حتى يكون الشخص عم بعيد النظر بقراره او قبل ما ياخذ قراره النهائي، هل في اسباب داعيه حتى تكون عم بياخذ هالمنحه هيدا، او ممكن يعيد النظر ببعض الاشياء اللي ممكن تؤدي لمشاكل اللي هي بتوصله لطلاق. وهيدي اهميتها هي هالوقفه اللي بيوقف الكوبل مع الشخص الاخصائي حتى يكون عم بعيد النظر بقراره، لانه بتعرفي القرار بهيك اوقات بيتاخذ اوقات عن تعصيب، عن بحس حاله الواحد طريق مسدود، او بيقول انه كل شيء عملته هو بالفعل بيكون ما عمل اللي مفروض يعمله، من ناحيه بركه توجه لطرف ثالث، يتصل باخصائيين، وهدول كلهم اكيد بيساعدوا على حل المشكله. نحن اليوم بنعرف اخصائيين بعالم النفس، اخصائيين كمان من الجهه الدينيه كمان اللي ممكن يساعدوا. شو الفرق يلي عم بيكون بين الوسيط العائلي والمعالج النفسي يلي بيكون مستشار نفسي كمان؟ أكيد. يعني هيك لنفهم شوي الفرق لنعرف اي نوع من مشاكل منروح عند اي شخص. اكيد فرق كثير كبير. المعالج النفسي هو معالج، يعني ممكن الوسيط العائلي هو يوجه عند معالج نفسي وقت يشوف انه عند طرف من الاطراف او عند الكوبل في عندهم مشكله كثير عيل او عنده جذور نفسيه ممكن هو يعالجها، لانه هو الوسيط منه معالج، الوسيط معالج النزاع، عمليه النزاع على شو عم بتصير؟ هل هي على طريقه تواصل؟ هل هي على طريقه تربيه الاولاد؟ هل هي على كيف بعد ما ننقل الهجر كيف بدنا نتعاطى مع الترتبات اللي بتجي من وراء الهجر او الطلاق، اللي هي البنسيون اليمونتير، اللي هي كل المترتبات يعني اللي بتجي من وراء الطلاق، اللي هي حق الزياره، حق المشاهده، كل هدول الاشياء. هذا اكيد كمان من بعد ما يكون الكوبل بركي قرر اذا بده يختلف على صعيد الشخصي، ممكن كثير يكون عم بيقرر يتفق كيف بده يعالج ما بعد الهجر والطلاق. يعني عندنا خلال النزاع وعندنا كمان ما بعد النزاع، اذا ما قبله هي عمليه وقائيه اوقات كمان الميدياسيون. الوساطه فيها تكون عندها دور وقائي كثير مهم، وقت ببلش الكوبل يحس انه عنده مكونات بتركيبته اما بطريقه تعاطيه اليومي عم بتوصله على ناحيه يكون يوصل لطريق مسدود، ممكن يتوجه حتى يتوقع، ممكن يكون للوسيط، ممكن يكون لاخصائي ثاني كمان، حتى يكون عم يعمل نوع من وقايه لانه يتقدم بالمشكله وتصير صعب حلها. قد ايه صعب انه الشخص ينتبه انه في مشكله وفي خطر عم بيكون على الزوجين، على العائله؟ هل في اشخاص ثالثه خارجيه ممكن تنبه على هالموضوع؟ قد ايه الشخص هو بيقدر ينتبه على هالشيء؟ هو شخص هون بيرجع لكل طريقه هو كيف محضر لهالدور اللي بده يقوم فيه، لانه كمان الزواج هو مشروع، هو مؤسسه، وتكون في مشروع مفروض مؤسسه في التزام، في مثل نوع من انجاجمون، نوع من ومعرفه على القليله شو اللي ناطر الشخص. انا هون بستلم هالفرصه حتى جرب شوف الواقع المشكله بالكوبل من باب بركي جديد، ما نحكي عن الاسباب الشخصيه بركي من باب جديد، اللي هو انه هل يا ترى الكوبل واعيين انه الزواج ما بيوقف نهار اللي بينقام العرس وبتنقام الحفله؟ هل يا ترى واعي انه هو بده يعيش كذا سنه بمجرد ما التزم بعلاقه، بالمبدا في التزام على القليله بعدد سنين طويله، هل يا ترى وقت يلتزم بهالشيء عارف انه التزامه بده يتطلب منه
نوع من كيف بدي أقول استمرارية. استمرارية بس بأي طريقة، استمرارية بشكل أنه يكون هو عم يتأقلم كل يوم بدوره الجديد اللي متطلبه حياة الزوجي. يعني أنا وقت أتزوج أول شيء بون مسيو اي مدام، انا وزوجي علاقه الكوب ممكن هاللون دميال اللي بيعيشوها ممكن تكفي، لانه بعدها مثل ما تاسس هالكوب بعده محافظ على حاله تقريبا سنه سنتين، اللي هن لوقت ما اذا كان الكوب عنده اراده يجيب ولد. دونك بس يبلش الولد صار في عندنا دور جديد بده يواجهه الكوب، وهذا الدور الجديد مش دائما محضرين له، دور الام دور البي او دور كيف الام والبي او الزوجين كيف بده يحاولوا يحافظوا على حياتهم الكونجوجال الثنائي ويغزوها دائما، مش على حساب على الدور الجديد اللي طلع. يعني هو هون صرنا فينا نسمي هالدور الجديد وظيفه جديده. شو لكان؟ يعني صار عندنا جوب جديد، وظيفه جديده بدنا نرجع نحن نعمل اتفاقيه عليها. يعني هون خلينا نعمل شويه تشبيه ميتافور، انه الزواج هو مؤسسه مثل ما تفضلتي وذكرتي، وعندنا جوب ديسكريبشن عم يتغير وعم يتطور مثل ما شخص بيترقى يمكن بعمله. قبل ما اوصل انا على الجوب، حلو يعني الفورماسيون بتصير من البيت، إن شاء الله من المدرسة، من المجتمع، من التلفزيون، من كل وسائل الميديا السوشيال. نحن عم نعمل هالشيء وهذا ضمن الإطار عم بيصير أكيد. دونك في هالضرورة يكون حاضر، مش أكيد إنه كل شخص حاضر يكون بي أو حاضر تكون أم. هلا بالفطرة يمكن إيه، بس اليوم هالقد في بالحياة الكوبل عم بيواجه كتير صعوبات، عم بيواجه كتير تحديات، عم بيواجه كتير أشياء عم تدخل جديدة على عالمه الجديد. وهون حابة أنت تحكي عن بفتكر النماذج، رح نحكي عن الأشياء الجديدة لما منخلص من هالأمور القديمة اللي بتكون مترسخة. نحن عم نحكي اليوم عن نوع من تربية، عن تربية اجتماعية، عن تربية عائلية. ما بعرف الاختبار الشخصي هون كتير مهم كمان، وهون يمكن لازم ننتبه كمان على شغلة. صحيح عم تذكر الأدوار يلي ممكن تتغير، ولكن هيدا الشيء ممكن يكون شغلة إيجابية جدا، طبيعي. شغلة حلوة ما بتوقع الإنسان بروتين. منسمع أنه الزواج روتين، الزواج ملل، الزواج أفص. سجن وقفص وإلى ما هنالك، ولكن إذا عم ننظر له بهالطريقة عم نشوف أنه نحن عم نترقى أكثر وأكثر، عم بيصير عنا وظائف، مسؤوليات جديدة، أدوار جديدة، وهالأدوار يمكن نحن عم تغنينا خبرتنا الشخصية، عم نقدر نعطيها لأولادنا وللجيل الجديد ولأصدقائنا. يمكن بيطلبوا أنه يكون واحد عنده مينيموم 3-5 نعم. اكسبيريانس. نفس الشيء كيف للحال إذا عم نحكي عن حياة زوجية وعن دور الواحد بده يرتبط فيه جديد، هو نعم. دور الوالد، دور الزوج اللي هو بده يشارك زوجته، والزوجة بتشارك زوجها، واليوم المشاركة ضرورية. كلنا بنعرف قد ايه ضرورية بحياة العملانية، بس كمان بالحياة اليومية بالبيت. يعني تقسيم الأدوار بده ينعاد النظر فيه من أول شيء بالكوبل. وأنا هون كمان كتير بشجع أنه الكوبل قبل ما يقدم على الكوميتمنت اللي هو غير الزواج، حتى بفترة الخطوبة أو التعارف، يكونوا عم بيحكوا عن مواضيع جدية، بمعنى أكيد مش رح يمسكوا الورق وقلم وياخذوا يعملوا تيوري، بس يحكوا مثلا إذا صدف كنا صدف حالة قدامهم صارت، أنت بهالوقت كيف بتتصرفي؟ أنا كيف بتصرف؟ هون بيحكوا عن المشاكل اللي ممكن تخلق بالتربية، ممكن تخلق بطريقة التعاطي، التصرف قدام المجتمع. هيدول كلهم يعني لازم يستفيد الكوبل، يظهر أوكي، ينبسط أوكي، بس كمان يحدد وقت ليتناقش، ليحكي عن مواضيع ممكن يعيشها بعدين وممكن تسبب مشكلة. بس مش كل مشكلة في طريق مسدود قدامها، في مشاكل كتير لها أكيد وسائل تنحل بعدة طرق. إذا حكينا يعني عن هالفورماسيون أو عن هالتحضير اللي لازم يصير تدريجيا، يمكن من أيام المراهقة لنصير شباب وصبايا بالجامعات لحتى نوصل لمرحلة الارتباط، مين المسؤول المباشر عن هالتوعية؟ هلا ما فينا نقول مسؤول اليوم، ما فينا نحمل بس العائلة تكون عم تلعب هالدور، لأنه كلنا بنعرف أنه مش بس هي عم بتربي، بس أكيد هي النواة الأساسية اللي فيها بيختبر الولد الأشياء. يعني أنا إذا ببيتي اختبرت كيف أمي بتتعاطى مع بيي، كيف بيي بتواصل مع أمي طبعاً. كيف بينظر لها، كيف بيتعاطى معها، إذا عندها مشكلة هل يا ترى بيساندها أو يا ترى بيقف بوجها، إذا أنا عندي مشكلة كيف بيكون تواصله معي أنا كولد. دونك هون أنا بروح على بيئتي الجديدة محضر ومهيأ ديجا يمكن جينيا ونفسيا وعقليا انه هيدي ممكن واحد يعيش مشاكل ويواجهها. من هيك كثير اهميه عم نرتب نحدد على دور الكوب قدامهم، لان هو كمان عنده دور تجاه هالاشخاص اللي بده يجيبهم على الحياه الجديده، بده يهيئهم لهالحياه. يعني كل شيء بده تهيئه،
أنا برأيي الصعوبات عم بتزيد اليوم لأنه في تحديات كتير، بس بالمقابل ما في تهيئة كافية وما في حلول كتير. يعني عم بيكون الحلول شوي سريعة مثل العصر يلي عايشين فيه. مزبوط. يعني عم نشوف حتى قدي عم تتسهل كمان الأمور من بالمراكز الدينية بالبعض الطوائف. صح. بتطول. يعني هون كمان دايما عنا سيف ذو حدين بهالأمور هاي. قدي تأثير يعني جيل أهلنا ما كانوا عندهم نسبة الطلاق مثل جيلنا نحن اليوم، ما كان عندهم تحديات اللي عم نواجهها نحن اليوم. هل هو نقص بالصبر؟ هل هو سرعة الحياة؟ هي أنا برأيي كثرة الأشياء اللي لازم نديرها يومياً. نعم. الشغل، الدرس، بس ميديا واحدة، الميديا واحدة، الميديا سوسيو، إذا بتقعدي حيلنا محل بأي إطار كان بتشوفي الناس كلها برانشية على هال تنيناتهم قدامي هلا أنا. أنت عم تستعمليهم لشغل. نعم. يعني أنت شي محل عم بتديريهم، بس أنا وقت تشوف أم أو بي موجودين بإطار العائلة. نعم. وعم بيحكوا على سيلولير ولادهم حدهم بدهم لازمهم هلا بالاخص اذا بيشتغلوا يعني كل يوم موجودين بدهم يكون حضور ويعلموا الاولاد انه هن ما ينزويوا كمان بهالالات هدول اللي هن كثير ضروريات بس بدنا نحن نقدر نديرهم ونستعملهم. ليش ما بيكون في جلسه يستعملوها كلهم الاهل يستعملوا هالاشياء مثل ما كنا نقعد نقرا يمكن كلنا سوا بالعائله اليوم فينا نقعد أكيد. ساعه او نص ساعه اللي هن على وسائل التواصل الاجتماعي نحدد نعمل نوع من قواعد. مثلا نحن وقت نكون على العشاء قبل كنا نقول ممنوع الجريده تنمسك لان كان البي يقعدوا يقرا الجريده مثلا والام تضل على المجله. اليوم تغيرت الادوار صاروا كلهم يقعدوا بس كله في عمليه سرعه. لانه هالقد الوقت قصير كثير مهم ينحط قواعد وقت نكون قاعدين مع بعضنا في فتره بنقعد مع بعضنا. ما من المحبذ يكون في سلولير لانه هذا سلولير فوتني بعالم جديد في تواصل هون في عدم تواصل وعدم هون. تواصل هون صحيح. بالوقت اللي انا هذا يمكن لازم احصر فيه يمكن انا بيطلع لي بالنهار وقت للوزير تبعي للترفيه هذا بيكون مثل هذا وقت كيف كنت اعمل سبور امشي هلا اليوم احتل بعالمنا محل الاشياء الالكترونيك والنيميريك دونك لازم نعرف ننظمها مش ننكرها لان هي كثير ضروريه. كل جيل له تحدياته. نحن يمكن على ايام اهلنا كان في تحدي التلفزيون كان أوكي كل الناس قاعدين بالتلفزيون على التلفزيون دونك هون هالعصر عنده غير تحديات يمكن لقدام كمان. نعم. بس أنا قد ما بكون أنا كشخص مدعم ديجا بعائلتي. نعم. أنا قديش بشتغل ما في شيء حتمي قديش كمان بشتغل مع الكوب اللي أنا فيه بالرغم هي المشاكل بالمبدأ هي. نعم. محفز لواحد يكون. نعم. عم بينمي ويطور علاقته ويحسنها تيكون عم بيأدي دوره بشكل أحسن. اليوم كمان مع وسائل التواصل الاجتماعي مع السوشيال ميديا فيسبوك الانستغرام الواتساب قد عم تتسهل عمليه الخيانه الزوجيه قد عم بيكون في تجارب ببعض الاحيان ما عم نقدر نقاومها. طبعا كل الناس وبيظل هالظروف السريعه الصعبه الستريس الكبير اوقات بيلاقوا الملجا برا قد ايه هالشغله فينا نتفاداها وكيف إذا بنقرا الدراسات اللي عم بتصير اليوم كان يبقى ينحط عدد من الاسباب بالنسبه لمشاكل الكوب. اليوم النيميريك هو سبب من الأسباب اللي عم تنطرح. نعم. دونك محله موجود إن كان بتغذية حياة العائلة ولا إن كان بأنه تأثر عليها سلبيا. نعم. هلا كيف بدنا نديره مثل ما كنا عم نقول إنه هذا ما فينا نقول لا نسكر عليه بتصير العائلة عايشة بكوكون من عزلة عن العالم الخارجي. اللي فينا نعمله هو إنه يتنظم استعماله. اليوم مش بس بالبيوت يعني واحد بده يعرف أنا اليوم بستاتيو أهل عندي دور بقوم فيه للآخر هلأ ما لازم يكون معي هالشي ما بحبه أنا كأتوديان ما لازم يكون حامل حتى سلولير بصفي لأن عندي غير دور بدي أنا ككل واحد بموقع بده يعرف هو يكون عم بيحب أداة التواصل هون بين الزوجين بيساعد أنه نتخطى هالموضوع ونتفادى التجارب نتفادى الخيانة حتى لو كان في هالاختبارات الصغيرة أداة بنقدر نخبرها للشريك أهم شيء ليك إذا الشريك هو أصلا عم بيستعمله لا. كسلوى وما في عنده اذا خليني اسمي نقص او فراغ او حاله منا مرضيه لان بتعرفي بالكوبل في اتونت في انتظارات اذا هالشيء ما عم بيلاقيه بالعلاقه هي او هو يمكن بده يلاقي منافس ثاني
وهذا بشيء هل منافذ متنوعة، في يكون العلاقة خارج الزواج، في يكون يربي علاقات من خلال الماس ميديا، في كتير يكون، بس بالأساس هو مشكلة التواصل. دونك هون التواصل بيحل كتير قصص. يعني أنا وإذا نقول تواصل مش إنه أقعد أحكي حي الله بس أقول اللي بيعجبني واللي بحبه، تواصل هو إني أقول شو اللي مني مرتحت له، شو اللي مش مبسوطة فيه. قبل شو كانوا يصبروا أكتر كان حاتم. أكيد يعني كانوا السيدات تحديدا يقولوا بيسكتوا وبيصبروا على الموضوع وبيمرقوا هالحياة كلها. أكيد. اليوم قديه كمان دور المرأة تغير، قديه الانفتاح تغير، قديه عم استقلالية المرأة كمان هي أثرت كتير. بس هاي الاستقلالية ممكن تكون بلوس يعني خلينا ما نكون عم نحكم بالجلد على كل عيالنا. عيالنا في عيال عم بتكون طريقة تعاطي رهيبة ومثالية، بس ما عم بيبرز إلا السيء يمكن بمجتمعنا. بس في إمكانية إنه يكون بهالاتجاه هالعملية التواصل هيدي تكون عم بتكون مش بس على إذا بدي كمية التواصل، نوعية التواصل. صح. إنه أحكي عن المزبوط أنا كيف بحب تكون الأشياء وكيف ممكن الشريك يكون عم بيرضيني. عملية الخروج لبرات العائلة أو للجوء لأي سبب شغلة اللي كان هي عدم رضا داخل. على كل حال الوسيط العائلي موجود اليوم لحتى يقدر يساعد بها المواضيع. بدي أشكر وجودك معنا السيدة ريتا شوشاني حاتم، وسيطة اجتماعية أستاذة جامعية ورئيسة قسم الإجازة بالعمل الاجتماعي بجامعة القديس يوسف. إذا حدا بحب يأخذ رقم حضرتك تحت الهواء رح يتصل فينا. مرسي. رح ناخذ وقفة سريعة ومنتبه.